purple tree. Plus I got this brand in me. Curly yellow dancing on me. Said she smelled a grin on me. And she straight from California, freaky. Yeah, she wanna... السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم يا جماعة، معاكم يوسف بكري. طبعا زي ما عرفنا الايفون اكس اخيرا نزل في الاسواق، اول ايفون اكس بيتعرف برضو باسم ايفون 10. تم الاعلان عنه في سبتمبر عام 2017 وبدا ينزل في الاسواق في نوفمبر عام 2017، وشفنا ناس كتير اشترته وعملت للموبايل انبوكسنج وريفيو كامل. وشفنا ناس مصريين اشترته زي يوسف عاطف او يحيى رضوان، في ناس كتير اشتريته في مصر. واول واحد مثلا عمل عليه ريفيو كامل ماركيز براونليز. اوكي، تعالوا ننتقل نقول مميزات الموبايل وعيوبه. طبعا احنا عرفنا ان الايفون اكس نزل الشاشة بتاعته يا جماعة، يعني الشاشة بتاعته الحواف يعتبر ما عادش في حواف خالص غير النوتش اللي فوق خالص. تعتبر الشاشة واخدة 89% من الموبايل، والموبايل من الظهر بتاعه كله زجاج، بيتكون من زجاج والستانلس، وطبعا ده مديله مظهر حلو جدا ومنظر ليه لمعان. بس طبعا في عيب، وهو ان الظهر بتاع الموبايل مازال بيبصم. وطبعا الموبايل ضد المية لواحد متر، ممكن يدان واحد متر لمدة 30 دقيقة ما يحصلوش حاجة، وعازل الأتربة. اوكي، سيبنا كلنا من الكلام ده لان الكلام ده تافه ونزل كتير في الايفون 7 والايفون 6. نيجي على اهم حاجة، ميزة الفيس اي دي. دلوقتي الايفون اكس نزل، كلنا كنا مستنين الايفون اكس عشان الميزة دي، ميزة الفيس اي دي. في ناس هتقولي الميزة دي نزلت في موبايلات كتير قبل كده، في سامسونج واي موبايل هتلاقي فيه فيس اي دي، بس هي ما تعتبرش فيس اي دي، هو بيتعرف على وشك وبيفتح الموبايل. لا، في الايفون او الايفون اكس بيتعرف على وشك والمجسم بتاع وشك، يعني انت لو لابس نظارة، نظارة شمس او لابس طاقية، بيقدر يتعرف على وشك عادي. وفي الفلاش الامامي بيشتغل، ممكن لو انت في الضلمة الفلاش ده بيتفتح ويقدر يتعرف على وشك عادي في الضلمة. والميزة التانية في الايفون اكس انه بيجي بنظام iOS 11. وزن الجهاز 174 جرام، والابعاد بتاعته عرضه 70.9 من 10، وطوله 143.6 من 10، والسمك بتاعه 7.7 ملليمتر. والشاشة بتاعته طبعا احلى ميزة في شاشة الايفون اكس ان الشاشة جاية سوبر اموليد، واللي هي يا جماعة فيها تشبع الالوان كويس جدا وقوي، يعني اللون الالوان الداكنة فيه باينة كويس جدا. فمست السوبر اموليد دي كويس ان هما ضافوها في الايفون اكس. وطبعا حجم الشاشة 5.8 من 10 بوصة، والريزولوشن بتاع الشاشة 2436 × 1125. والشاشة الأمامية طبعا بتاكل 89% من الموبايل كله. وحماية الشاشة بتيجي سكراتش ريسيستنت جلاس. وطبعا الايفون اكس لما اول ما نزل، مش هحتاج اعمل في الفيديو الانبوكس بتاعه او الريفيو، لان في ناس كتير عملت الانبوكس بتاعه وشافت الموبايل الانبوكس بتاعه عامل ازاي. تمام، هنيجي لحاجة تانية وهي ميزة اضافوها شركة ابل في الايفون اكس، وهي الانيموجي. ايه الانيموجي؟ ان هو ان انت تقدر لما تيجي تتكلم مع واحد صاحبك شات، سواء كان على ماسنجر، تقدر تبعت له انيموجي. يعني ايه؟ يعني بتصور فيديو لوشك وانت بتتكلم، والفيديو ده بيتحول لرسوم متحركة مجسمة بوشك، سواء كان قطة او كلب او اي حيوان، تقدر يعني تعمل انيميشن بمعنى اصح بوشك. اوكي، ننتقل لعيوب الايفون اكس. عيوب الايفون اكس، النوتش اللي فوق دي لما بتيجي تتفرج على فيديو بتبقى باينه في الفيديو بطريقه مزعجه جدا. هو انت ممكن تقدر تكبر الفيديو او تصغره بحيث ان الفيديو ما يجيش على النوتش، فانت لو بتتفرج على فيلم هيكون مظهرها مزعج جدا وهيضايقك طول ما انت بتتفرج على الفيلم ان في حته سودة فوق خالص مغطيه على الفيلم. دي كانت طبعا
سلبية كبيرة جدا في الايفون اكس، ويا ريت يعالجوها سواء كان في النظام نفسه، في الاي او اس اللي هينزلوه، او لما يحدثوا الموبايل يا ريت يحلوا المشكلة دي، سواء كان في النظام نفسه انه يشغلوا الفيديو ويخلوه بعيد عن النوتش، ان شاء الله يكون حتى على الحافة بتاعته عشان مش يضايق الناس وهما بيتفرجوا عليه. طبعا مش هقدر احكم لكم قوي على الموبايل الا لما امسكه في ايدي. ننتقل لحاجة بقى وهي سعر الايفون اكس. الايفون اكس نزل بسعر $1000، طبعا هو السعر كبير جدا، بس يعني كمان شهرين ثلاثة يكون انتشر في مصر ممكن تشتريه بسعر اقل. يعني هو يعتبر في مصر دلوقتي ب27,000 جنيه، بس كمان 3 شهور الحاجة هتلاقيه نزل ب23,000 جنيه او 26,000 جنيه او 25، بحيث ان هما بيخفضوا في السعر اول ما بينزل وينتشر، لانه لسه موبايل جديد فطبعا سعره كبير دلوقتي في الاسواق. اوكي، وفي ميزة تانية في الايفون اكس، ميزة حلوة جدا صراحة، ان انت لما تيجي تمسك الموبايل المسكة بتاعته جميلة جدا، بحيث ان الايفون 8 كان حجم الشاشة بتاعته كبيرة، بس يعني في الايفون اكس مستغليين الشاشة، يعني مخليين الشاشة كبيرة وحجم الجهاز صغير، بحيث انك تقدر تمسك الجهاز في ايدك مش يبقى كبير على ايدك، وفي نفس الوقت الشاشة كبيرة. فدي ميزة قوية جدا عملوها في الايفون اكس وهي عجباني الصراحة. اوكي يا جماعة، ده كان فيديو النهاردة عن الايفون اكس، وده اول فيديو ليا في ريفيو بتاع الموبايلات، او اطلع اتكلم عن مميزات وعيوب الموبايلات اللي لسه نازلة جديدة. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش تشترك في القناة، هتلاقي الزرار تحت سبسكرايب، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس بحيث ان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله في القناة. كان معاكم يوسف بكري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. You be with your nigga, you think you're protected, but you been there so long that you missing the video, you feel neglected. And you thought you was.